بونجور بونجور، اهلا وسهلا، كيف انتوني؟ بعدين الحويجه ما عرفتني؟ بلا تذكرتني؟ بلا تذكرتك. تذكر الوالده؟ اكيد بتذكرها. ست الفير؟ اكيد. كنت مع المدرسه 40 سنه وكنت مع الوالد هون 50 سنه. انا مدرستي هون 50 متر، سو اذا واحد مدرسته هون وين بيتروق؟ سو انتوني عنا انا وياك يعني 3 ساعات نضيعها، مش انه نضيعها بس هيك، سو شو قلنا بنعمل نحن بشبال؟ انا ربيت بشبال يعني من الصفر لل 26 قبل ما مرتي تسرقني على الزوق كنت هون، انا لإلي انت بتعرف انت بتقول لبنان احلى بلد بالعالم، انا كاتبها 100 مرة على فيسبوك، ما في شيء بحبه قد جبال، وات اي ونت ماي دريم از ارجع جبال، سو انا قلت بنجي نفرجيك شوي هل من الصفر لل 26 هول القصص الجبيلي بيعرفون انا انت ضايق ثلاث ارباع الاشياء طيبه بس فرجيك مدرستي ناخذك شوي على اللوكال سكوت هيك فرجيك هالخبر سو انا بيتي اذا بدك تاخذ فولدوازو بيتي بعيد 300 متر من هون وهذا كله كان حوالينا فوري كانت عن جد فوري كان في موز قد ما بدك حواليهم مدرستي بعيده 100 متر انا كثير كنت ضل بالمدرسه يعني انا كل وقت فوتبول باسكت ركض جودو كل هول سو لما بتاكل لما بتتعب هيك شو بدك تعمل دائما لازم تتروق شيء حلو سو البحث اللي قدرته هو مطرح مجبيلي بيجوا يعني فما بعرف انت دايق قبل شوف قديه طيبين وكمان هلا مش عم نعمل دعايه ثانيه بس كمان 50 متر في كان نيو موكا بتصور بطل هون كمان كان كثير طيب فهي يعني انا مني كنافه انا كثير كرواسون بس الناس تجي هون الكنافه كمان بس انا هون لالي كرواسون شو كلها دغري بعد التمرين قبل التمرين وهيك 52 سنه بجبال الوالد وعمومتي جميل وسام كميل سامي اثنين صاروا بدون الحق واثنين بعدهم عايشين والوالده ست الفير كان هي جنب الوالد وعم تهتم بالمؤسسه خيي فتح بامريكا ببوسطن محل اسمه كيت جيفا صار له سنه وعم بحاول يرجع ينشط اسم الدرتوا هونيك وهلا الوالد موجود جنبه هلا نبعث له صوره الوالد هو عم يعمل الكنافه بس وصل على امريكا ما كانش صار له 24 ساعه عملت باتسير فرانسيز بفرنسا رحت بال 99 عملت سي ابي بي باك برو باتيسيير بولانجي اخر شيء عملت ستاج لابرانسيساج عند دالويو 4 سنين وكنت بالاو بي ام تي بروان بالنورماندي عملت بولانجري كل شيء باغيت بان دو سون بان دو مي ورجعنا فتحنا مطعم لبناني ريستوران لبناني اسمه او بي بلس من 2008 لل 2013 بولفار سنتر بوغرونيل بالكنزيام كمان اسمه اوبي بلوس بس كل شيء بيخص المطعم اللبناني رجعنا جينا على لبنان تنا ننبع مصلحة العائلة هلا اللي محافظ انا عليه صار لي 10 سنين وقت ما رجعت من فرنسا كل شيء جاتو كل شيء 3 دي جاتويت ديزاين او الاربينات جاتو مارياج او اكثر شيء مقلعين فيهم الكنافه الويل اللي بيعملها بعدنا عم نستعمل العكاوي والمجدول بدي ذكريات بدي ذكريات بعرف دارتوا وانا بعرفه من 4-5 سنين انت بتعرفه اكيد قبل بكثير بحب اجي لهون لانه بحس حالي بالضيعه انا يعني انا بعيد عن الضيعه بس بحس حالي من الضيعه في هالرونق الباتيسري القديمه الضيعجيه بس خبرني ذكريات خبرني كيف كنت تجي راكد خبرني كيف كنت تاخذ كرواسون خبرني كيف كانت اهلك يعطوك يمكن الخرجي الاجون دو بوش وتجي تصرفها على الشوكولا هون يقول لك هل الشوكولا اليوم خبرني اخبار لا هو اكثر شيء بسم كان انه مثلا يكون عندنا عزيمه مثلا ماما هي تحب تعمل جاتو بس مثلا ما قدرت عرفت كيف تبعتك قدرته انت بدك تجي لهون بتعرف هيدا اللي هيك بتصير بدك تنقي بتكون انت ناسي هي بدها مثلا اثنين اكلير اثنين مدري شو اثنين مدري شو سو انت بتكون بدك تاكلها بس ما فيك لانه هي بعتتك بتعرف المصريات بدك تجيبهم على البيت وتنطر للعالم يفلوا تخلص بالاخر تاكلهم هي بتسم صح هيدا اكثر شيء بتذكره يعني. صح بفرجيكم الكرواسون اللبناني حجمه كبير الغني يلي خفيف فليكي على الفرنساوي بس بلا ما يكسر ويفرط وين ما كان عندهم سيجنتشر هون هيك بحطوا له شويه سكر على الوجه هيدا مع لوز دائما بحب اذكر انه في كرواسون فرنساوي الكرواسون الفرنساوي بيجي فاضي من جوا على الاخر فيري فليكي كثير 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 زبده في كرواسون اللي وذ تاتش اوف ليبرون تعودنا عليه من احنا وصغار تبع الباتيسري تبع الضيعه بيجي فيه هيك عجين شوي اكثر مكوناته كمان محشي كثير منيح ومن برا بيترك هيك شويه سكر على الشفاف ف
فلافي اند لايت فيك. تسمح لي ما اقصر لك تبعك؟ بس ما في كلام. هيدا طعم ال فيري هيك سيجنتشر تيبيكال طعمة هاللمعة اللي هون. لا فيك تدوقها من امزح لطنية يلي بترجعني بترجعني. كيف انت رجعتك انا زدت شيء؟ يلا انجوي. صحتين صحتين. هيك تيجي تقعد؟ ولا انا وخيي هون انا هون بنكون عاملين شيء فطر زعرانة او حورية. زعرانة قصدي مخبيط مشان تعنون. بتعرف مين ما بيجي بتراقب برج مراقبة ليك شو قوية. هلا السبيسيال هون انه انت بنوتردام دو لورد فلير ماريس جبال ايامنا من الصفر من الثلاث سنين للست ايام هون لما تصير سيز ايام بياخذوك عم شت. فنحن هون قعدنا وللست ايام كان اول اجى 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 المدير بونجور اذا نحن كنا اول او ثاني عالم بياخذونا على عم شت. هي اول شغله كان ديتاشمون كثير كبير لانه انا بيتي هون يعني 100 متر بيتي بصير بدي اروح كل يوم على عم شت. فكانت شغلة كتير بتذكرها احنا وصغار انتوني. هيك كانت بركة كتير حلوة كان فيها كتير سمك كان نجي نقعد هنا رجعوا شلوها وهيك. ورانا مارسيل شامبانيا اللي هو انه شفع ومؤسس المدرسة هون انا فيها خبرك هلا عم بتذكرهم انه كانت ست ايام ديزيام هول الصفوف بعدها انا بتطلع وين كان صفه وين كان صفه وين صار صفه وهنا عمل لك برمي بالمدرسة. الكنيسة هلا انت صغير اوقات بتجي على ديس اوقات لا بس هون عندنا كثير ذكريات. اول شيء بالديزيان انا عملتها والاربنتي هون عندي صوره بعدها لهلا وشي كثير حلو فيري تاتشنج فيه فرجيك هذا الشيء عندي بالبيت. هون بيعطوك انجيل ونحن مدرنا يا فير عمري ما فيك تكون من هون اذا ما بتعرف مين فير عمري. رح فرجيك صور عاش لل 103 كان انا بعد مأكد ان شاء الله الفيديو يفرجي بصير شي نهار قديس. فتصور ان انت بتجي لهون تعمل لربيتك كان عمري بيمضي لك على الانجيل بكتب لك برمات هيك لك وبيعطيك اياه وبقول لك جمله هيدا الشيء والله ما في ما بنساه. اي ريمبر مين كان حد بالتلاميذ يعني هون هون شيء خيالي انا سو اول ربيتك هون بس الابيض مع الصليب وهو يعني شو اللي بتذكر اكثر شيء هو عم يعطينا الانجيل لحد اليوم. امي بتعرف يعني اخذته معي على البيت وكل ما بكون بدي انبش على خبريه تحضير لمشوار بالبيت او كذا ذس از الانجيل لحد اليوم بطلع عليه. هو هلا انا ماني حافظ الاشياء بس كان هو اذا بدك سوبريور على وقته هلا بعدين اكيد اجى سوبريور غير بس هو ضل انا اللي بتذكره انه يعني كل حياتي صغيره في هو هيك بتحس هذا الزلمه بضل بيسفل اذا بتقول لحيا لحدا درس هون فير اندري بيبكي هالقد يعني عرفت. هلا الحلو انه انا بمشي سنتين جات شفته من ثلاث سنين يعني قبل ما يموت شفته كان عندنا شيء بالفراير صورت معه كان في هيك لقاء لكل الانسيان ما بعرف هذا المومنت يلي انت في شخص بتشوفه هيك بالانكونسيون تبعك هذا ايكوال بيس هو. هلا انت اكيد عندك شكوك بالامر وما بتصدق هذا الشيء مشان هيك عندي جرايد اذا بدك فرجيك اياهم. بس انا وخيي من العالم اللي كثير ساهمنا بالكاسات تبع المدرسه سو نحن ربحانين لاكثر من 10 سنين انتوني بطوله المدارس بالركض. هيدا قد ما بدك فيه في سنه وعندنا جرايد انتوني انا وبي واختي وخيي ربحنا كاسات سو كنا جايبين اكثر من بطوله لنا بالجودو للمدارس الركض كنا بفريق الفوتبول والباسكت كمان فيك ما تصدق بس في ما كان نشوف الجرايد نشوف الجرايد سو هذا الشيء يعني انا اذا بدك هذا من الحياه اللي قبل ال 17 و 18 ما كان بقول لك هلا ما كان بالي ابدا بالبنات كان بالي بالسبور فهذا الشيء اللي كان ريزون دو فيف يعني. انا ناجي طوا مدير مدرسه الفرير لي 8 سنين بالاداره سنه 1900 بلشت مدرسه الفرير بعمشيت ببيت عطاهني احد من اهل عمشيت وبعدين مهبون شقفه ارض اهالي عمشيت للفريرات عمروا فيها بنا هونيك سنه 1903 وبلشوا من الجوار كل التلاميذ والاهل يحطوا اولادهم عند الفرير ونشات بينهم وبين الفريرات هيك مثل وحده حال صاروا يتعلموا من بعضهم فلرات علمون الزراعة علمون بعض الحرف وأهل عمشيت أكيد اعتبرون من أهل البيت. المدرسة صارت تكبر شوي شوي انتقلت 1908 على جبال لهون كمان
كل فترة كانوا الأهالي من الجوار أكيد يجوا مشي التلاميذ على المدرسة، إلى أن بفترة الحرب أخذوا الرهبان على رجعوا على فرنسا، وفي أحد الرهبان كان هون بالسرايا عم بيتابع أمور العسكر من هونيك، فالمدرسة بهالوقت سكرت، وحتى أنه شبابيكا وبوابة حرقون، ويعني تراجعت شوي ولكنها رجعت استعادت نشاطها فيما بعد، وكمان رجعت تكبر إلى أن اليوم وصلت ل 2130 تلميذ عنده. قبل ما تكون للستيام هون سابقا كان في للتروازيام، ولكن رجعوا بالتسعينات افتتحوا القسم السنوي بعمشيد وصار قسم بجبال قسم بعمشيد. سابقا للستيام كانوا هون وبعدين ينقلوا السيزيام على عمشيد، هلأ تغير تقسيم السيكلات، صار هون في ثلاث سيكلات بينتهي بالسيزيام كومبليمنتير سكوندير بصيروا بعمشيد. انت علمت رمك؟ علمته شهر، كنت انا ببداية الكاريير تبعي وجيبوني رامبلاسنون محل معلمة كسرت اجرى، انا استاذ عربي بالاصل. تتذكر استاذ شو كان اسمه؟ كاتريان بي. كاتريان بي كان هيدا الليست تبعت لي اياها انتوني مع كل اصحابي بالصف، يعني مثلا جيلبير عبود، جاد عباس، بعدنا نتذكرهم بعدنا نشوفهم. ما الانسيان هون عندهم كثير ابارتونونس للمدرسه. بول كانت معنا. بول ايه اكيد بالصف ذاته. اوكي لاهلي جربوا يحطونا بكل شيء غير سبور، سو جربوا بيانو، ضيعنا انا وخيي ربع، بعد جربوا جيتار، بس هون تعلمت موهبه مخبيه مش مخبره كثير، هون تعلمت الرسم. فبجبرونا انه بدك تعمل فوتبول وباسكت وجودو، بدك تاخذ شيء من هون ارتستيك كان اسمه، عرفت كيف؟ فضيعت لي هون شي ست شهور عندي بعدني لهلا في ارسم لك اياهم على التابلو، الرسمتين الوحيدين بعرف ارسمهم، بدك ارسم لك اياهم؟ بليز ما فيك ترسم لي؟ لا مش هالقد، ما مش رح اقول لك رايي. ليك شو الرسمتين ما في غيرهم، سو وحده كما هيك ناخذ تريانج للريكتانج، بس هذا ما بيرسم لي. فعمليا بتعمل هيك مثل صخور، هلا عم بعمل كثير بسرعه هيك، وكأنه كنت بعرف رح أعمل أجرونوم تعلمت أرسم البلحة. سو بتعمل هيك عم تبين بلحة. أوكي سو هاي الطريقة الأولى للبلحة. في الطريقة الثانية أنك تعمل هيك، سو بتعمل هول الأوراق، هلا بعدين صرت أعرف أساميهم. أوكي هلا مش رح نكمل، بعدين أنه تعمل أنه في بحر، بتعمل انه في باتو هيك عم يروح او شمس عم تروح، بتكون في عندك رسمات بتطلع رسمه. هي الاول حاولت تعمله. الشيء الثاني اللي بعرف ارسمه هي بنت، سوري بورتريه بنت عشان اتذكر سنه مش عامله، بس انه بتعمل بتبلش هيك شيء، بتنزل بتعمل هول وبتعمل هيك، هلا بترجع بتنزل، بعدين بدك تظبط لها شعراتها لقدام، بعدين لورا، بعدين بتذكرهم هيك كيف، وبدك تعمل عيون وهيك. انا شكرا اسمع معلمة؟ ما بتذكر، استاذ ما كان معلمة، بس هون اما جبرتنا انا وماريو بالصف، عارف كيف؟ ارتستيك. بهذا الملعب نحن كان نركض، هون اذا بدك تتذكر شغلتين، اول شيء انه هيدا فوق كان صفي، بهيدا الصف في فترة كان عندنا تلاميذ زيادة لأن كانت الحرب، اجوا كثير ناس من ديك المحدة شانفيل لأنه احنا زيت المدرسة وقعدوا معنا، صرت انت خاصة لمثلي يعني، أنا بعد دائما أول طبقة مش لأنه شاطر أنا قصير، عرفت كيف؟ فكنت أنا كان لازم أقسم الطبقة تبعي مع اثنين، كان عندي بنت من يمين بنت من شمال، بعدنا بتذكرهم، دونك في لارا سليمان بنته لرئيس الجمهورية، وفي شانتال عام اللي كانت قاعدة هون، هلا هي صارت حكيمة بأمريكا، سو كان قاعد هون حد بعد بالصف، بس أكثر شيء بتذكره الكومبيتيسيونات هون. في مره هديك كانوا حاطين طاولات بين بون، كان في عم يلعبوا الاهالي ضد الاولاد وهيك، خبرتك يا قبل انا وبيي واختي وماريو، سو ركضنا سوا، بيي ربح عند الاهالي وانا وماريو وصلنا مسكين ايدان بعض، بعدين عملوا مشكل ما فيك لازم واحد يربح، فربحنا ماريو لاله وقتها. هلا كمان تتفاجأ، بس انا بس ما بحب حدا يخبر يعني، بس عامل ثلاثة بيازة تياتر هون، واحدة بالعربي كنت اخرس، اوكي ما بحكي يعني، بس انه هيك بيطلع بالاخر بيحكي على فكرة، واثنين لامولير عمليا، سو كنا نعملهم هون، بس الذكريات اللي كثير حلوة هي اللي هون، انا هون كانت مرن جودو، سو هون هيدا هون الصغير اول مرة استاذنا كان عساف كان بطل لبنان بالجودو، سو انا وخيي عاملين اكثر من 10 سنين جودو هون، كان نجي نتمرن هي، بعدين اكيد تغير صرنا نروح على غير مطارح، بس هون بلش الجودو عنه. هي البلحة اللي علمونا نرسمها.
أنتوني مغلط بالبروجرام هذه مدرستي. لا بس بتخبرهم عن الصخور وحجم الصخور اللي ما بنلاقيهم دغري بيخبرونا بيرجعونا 100 سنه لورا انه اليوم اذا مدرسه معموله هلا بيكون حجر وكيف من كبير تحت لاصغر اصغر سميكه الحيط الحجر على الطرف يعني الاركيتكتور كثير حلو بتندرس وحياتك قرب شوف هلا حتطلع معك انه مدرستي كانت توب الرومان لا ما كانت توب الرومان بس في انسبيراسيون كثير حلوين يمكن انسبيراسيون من قلعه جبال خلينا نقول لانه طلع الحجار وطلع الطرف طلع الزوايا بعد بتضاين 1000 سنه البنايه وما بتنزل صخور حجم الصخور انه كم مدرسه وكم بيت شفته انت بلبنان فيه هيك احجام فلو كان مهدم يعني لا سمح الله كنا قلنا قلعة رومانية قديمة كنت تعرفهم انت عم تركض تلعب فوتبول كنت تشوفك اشياء؟ لا لا عشان عم تفرتش؟ بيت محبوب وجه ببين من هون يعني اما كانت تراقبك؟ لا كنا شفت هول البنايات كلها كان موز فكنت ننزل الطريق نقطع الطريق نوصل على المدرسة ورا هون دغري نحن كنا ننزل مشي هاي كانت اسمها الفوري كنا لما رايحين على الفوري هي انه فيها شتلتين فكان فيها هذا البيت كثير قديم غابه حلوه بس انه زغطوره وبدي افرجيك شيء من البيبيت تبع جبال اللي هي كنيسه مر نهره شلون تفتش كنيسه مر نهره ضيعتها مش هاي اللي وراك لا تعرف لازم يكون في قانون له علاقه بتدمير الطفوله تعرف شو عاطي عم بحط له هون عم يعطين مطار بيروت يعني هاي كانت غابة من هون لهونيك هذا من أهم كنايس عند جبيلية في عيد لما النهر بيعملوه بس شلما تكون مسكرة أفرجيك ده حلوة الكنيسة فهون أنتوني هيدا من أهم الكنايس عند جبيلية له علاقة كتير بناس مهمة كتير هون مثل البارد ومطران البارد أنا بتذكره كتير أنه عيد مر نهرة ب 22 تموز يعني نحن عنا بالبيت بين عيد أختي وبين عيدة وبتعرف مر الياس ومر شربل كله بيكون هالفترة ورا بعضهم يعني 19 20 21 سو هون كتير مهم عند جبالية هلأ نحن كانت هاي كلها تصور أنه هاي الكنيسة هي أنه كنيسة محفورة بالصخر يعني وقديمة كتير فهون كان كله عن جد كله شتل حوالينا ضلنا نلعب هون نحن اسسنا سكوت تبعنا قبل ما يكون في سكوت بجبال ضلنا نجي نلعب اشياء نخطط هيك وتجي لهون رواق تتخبى انه تاريخ يعني ورانا المبنى هو سنترال جبال حده في اثارات هلا هون كثير مهم المبنى ليه لانه اذا انت من جبال وبدك تدل اوكي كيف بدل قلعه سوعتي سنترال جبال تتعرف يعني لانه هالمنطقه هون مش كثير معروفه سو حيلا مطرح بدك تقول مثلا ورا من هون روح من هذا الشارع تقول له وين سنترال جبال تفهم عليك بعدين ابدل له نيكست وين انا بارت من اذا بدك لا تبلش اكبر شوي يصير سوق فمثلا كنا جينا شنينا عملها ورشه عملها بدي اروح أنا بتحب الكذب تكذب يعني تجي تحملها بالسيارة ونروح أنا بحط الرولز عليها بالسيارة لأنه تمام خانة بس هي لا أنا لازم أبلش بمانوش النون فعادة أما عادة هلا أنت ما فيك دون بس عادة أما بتحب هيدا الزعتر الأخضر وهيدا فطاير بس بقلب فطاير وزعتر الأخضر مع بصل بندورة 100% هون هن اللي دايما بتتروقهم كنت أول ما تكفوا مشوار مع أمي أنا بعدين بطلع فيها كل بصل أنا هلا بعرفك على جبال أنا وصغير بجبال أنطوني كل شيء إذا ريتد لأحرام أحرام كان ملك جبال لقيه ساركوفاج تبعه بال1923 هو كان ملك جبال بألف قبل المسيح كتير هو براود يعني برايد للجبال يعني فهون في أوتيل أحرام فأنا مش جايبك على أوتيل جايبك وين كنا نحن وصغير أهلي يعملوا لي عيدة قرب أنا ما بعرف إذا مفتوحة بس إنه هون في أودا كتير حلوة عقد مطرح ما أنت بجبال طبعا عيدك كنت هون نحن وصغار هذا الدرج بوصلك على البحصة سو البحصة كتير مهمة هلا تحت بقول لك ليه نحن هيك ربينا أوكي هلا ما قصدنا يزعلوا منا جماعة الرمل بس بلبنان هون بجبال تروح على البحصة تسبح أمك ما تسأل عنك ما في مشكلة ما في شي خطر تروح على الرمل تسبح
كان اسمه البارادايس ايامنا، هلا صار في اديسانز وهيك. اما يعني ما بتزبط قد ما كانوا ناس يموتوا تسمع بالتوربيون. سو البحصه سيف تجي لهون، هات نفرجيك البحصه. سو شو معناتها تجي على البحصه؟ انه اول شيء بتطلع حواليك حجار عمرها الاف السنين، كنا هون نقطع كل وقت نجمع انا وخيي كوكياج وهالاشياء كلها على صخور اللي بوجهك. هونيك بتروح بتقعد تفلى تلقى شو صغار، بنقعد ساعات نصيد سمك على ايدنا، تروح تحط قفه وترجع. ولما تروح من هون يعني هون دغري بعد الاوتيل بيبلو سيرمير بتروح وبتروح هيك، هونيك عندك كل تحفه احلى من الثاني، صخور ديكاف موجودين جوا. وانت هونيك هلا ما بتمنى مبين ناحيه هونيك هيدي بنسميها نحن الجزيره. اوكي سو اذا انت كنت بدك تجقل مثلا على الاخر على بنات عرفت كيف، تروح على الميناء بتاخذ بوت وبتكون حاجز الجزيره، بيعطوك بتعطي اي دي للجيش، فيك تروح تقعد هونيك. كيف خبرونا بطرابلس في مطارح مسكره، في مطارح مسكره. هاي الجزيره قديش صغيره، كانت مطعم بفتره. انا بدي اخبرك شيء، انا طفولتي بتذكرني بجبال بهالجزيره. كان واحد من اصحابي كان من مستاجرها او اخذها ليعملها مطعم، وكانت بالايام اللي كان بعد فيه توتيا بلبنان. كنا بتذكر نوصل لعنده يجيب شبكه يس توتيا كميات، يعني كانوا اللبنانيين عم بياكلون اكل. تخيلوا احنا فضينا توتيا من بحورنا هالقد خلصناهم. كنا نقصها لايف نفتحها بالمعلقه نشيل الاحمر من جواتها، وكنا من فور جبال كمان كنا نروح نقعد هونيك. فجبال بنعرفها ايام زمان من 10 سنين عمر 12 سنه أكثر. هاي الجزيرة اللقمة الطيبة وتمشي بالبور ايام زمان كانت بركة، ما كان في رجيل، كانت كل العالم تعرف بعضها، محل ما بتلاقي محل صف وتصف. كانت غير ايام، كانت غير ايام بلا حركات، كانت ايام اف كانت حلوة. انا ربيت بهذا المدينه عرفت، بس عم طلع قد ايه كانت انت انه حياتك صعبه لو ربيت هون. نعم. يعني بس طلع وراك كم نوع حجر، كم نوع صخور، قد ايه عمرهم. فتخيل انت هون هلا بس شرفك تخيل. احلى حلقاتك انت وانت صغير عن جد. بس عم شوف هلا بدي يوم نجرب نفوت ورا هذا. يعني تصور انتني انت هون في مدارس، في مدرسه سانكور هون، في اشياء بتعقد، بس هالحياه العمره بلاوي اللي بيعرفه هلا نحن برمقد ما في. نحن بوجه الحياه اللي هو تبع المدينه القديمه 100%. فبفرجيك شو في جوات المدينه. بس قبل ما تعرفنا على حدا سبيسيال، شخص كتير مهم عظيم بتحبه انت كتير له، انا بحبه كتير بس كل واحد منا بيكونكتس تو هير ديفرنتلي. خبرني عن مين رح نتعرف. بدك تقول بوجه او مش بوجه بعدين بتحضر، شو بتفضل؟ بوجه بدك تحكيها بالانجليزي؟ لا من لبنان، هي بتعرف تفهم لبنان. شو بتقول؟ Good to see you. Yes. Yeah. He has a camera. I have a hat. It's too difficult. Yes. So Antonio, we're here. Okay. هلا أنا رح أقول باللبناني، هي بتفهمون مش هتفهمون كلهم على آخر، بس صار نحنا مع أليس قد. Okay. هلا أنت رح تفهم علي دغري. So Antonio، أنت دائما بتخبرني إنه عندك هول العالم كتير سبيسيال بحياتك. So تقولك ليه أنا أليس سبيسيال بحياتك؟ في بدك دائما تحط مطرح بقلبك لهول العالم اللي أنت لما ما كنت شيء هني بشوفوا فيك potential. So, أنا وبعدني كنت هيك فرخ زختور، بعدنا عم بدرس يعني. مثلاً أليس حكينا، إجت قالت لي طب عندي كونفرنس بالديسانس فيك تجي تعملها؟ سو شي تعملتها، رجعت شافت شي، بترجع مثلاً كل مرة بصير تعرفك على رايت كونتاكس، ولا مرة بتربحك جميلة، ولا مرة بترجع بتقلك شي عن الموضوع. بتحس أنه واحد عنده مثل ديزانج جارديان، بتشوفهم يمكن مرة بالسنة أو كل سنتين، ولا مرة ببعث لها مسج على واتساب غير ما بتبعث لي the right words. عرفت فهيك يعني. بعدين مثلا فتحت انا شركه انه هي فيها ما تساعدنا مثلا، تيجي بتقلي بتعرف شو بدي اجيب لك نساء كل السفرة تبع لبنان وتعمل ايفنت عنا. هذا الشخص يلي كثير معطاء. بس كمان ليه نحن عنا مش نطرتنت انا اعطي رايي فيها لحدا هيك بتقول يعني هي ايج ويز جريس. سو هيك هلا ما بعرف اذا هي بتخليني اقول عمرها بس اوكي. بيرجع ليه نحن هون لانه أليس بتحب جبال بطريقه مخيفه، يعني ما بعرف اذا في ناس بحبوا جبال قدها. اذا بتعرف قد ايه بتعمل نشاطات بهذا المطرح هون، قد ايه عندها ذات مثلك ومثل ذات هيدي الخبريه نوقف حد الارتيزان، ان كل واحد مطرحه كل واحد شو بيقدر يعمل، قد ايه بتحب سوق جبال، في اكيد سوق جبال قبلها وبعدها. سو مش هيك نحن هون تفرجيك شوي هذا الشخص اللي انا بحسه انه كان بارت من انا شو صرت هلا.
Did you understand everything you said? No. I'm good at acting. We will translate it later on to you. تعرفت عليها مفروض يعني بال 2006 هلا مش صايبها على الاخر يعني بس هي كانت هون بلشت وكان اليس بتحب تعمل كثير ايفنتس يعني مثلا بدها تحكي عن النحل بدها تحكي عن الاسنشال اويلز بدها تحكي هيك فانا كنت عم بعمل دكتوريت بهذا الموضوع وسالتني اذا بعمل عندها لكتشر لاصحابها منيح ما اجى غير 6 7 بوقتها كرمال هيك كنا يعني اقدر اقول وهيك بلشت الخبريه بعدين كثير بروجيات اشياء بتكون هي مثلا عم تعمل مثلا جمعيه بدها راي حدا بالزراعه بالبيئه هيك يعني حدا بيكون هو اليس قد وبيطلع فيك انت وعمرك 23 24 هذا Remember when we first met? Yes, I just it was a long time ago. Huh? Yes. Mark, I as you know, I'm married to Roger Edde. Yes. So Roger is a son of Jbeil. And if I'm married to this man, I follow him wherever he goes. Yeah. So here I am in Jbeil, and this is my new home. So when I came here, it was dead, completely dead. We had to bring life to it. So with my American pioneer spirit, I came here when I found shops and this and that. And I always liked making handbags. So first I had a handbag shop. And then we had a restaurant, French restaurant, because we lived in France, so I liked that. And then I always wanted to bring to the people here things that I liked, but things that were also helpful. For example, essential oils. I mean, it wasn't known 10, 15 years ago, it wasn't known. Honey, the benefits of honey wasn't known. I remember I had the first honey day here. Yes, I was part of it. You were part of it, I remember it. I remember clearly you're part of it. And so whatever experience I've had in my past travels, I like to bring them here and share with the people of Biblos. That's the whole idea. أنا عبالي أحكي بالإنجليزي تتفهم علي بس رح أحكي بالعربي ورجع ترجم لهيون. So I'm saying I would wish to speak in English so you understand what I'm saying but I'm going to translate later on. أنا بلشت البلوك تبعي بال 2012 and then بلشت الحركة خلينا نقول comeback of جبيل بال 2013 2014 وبتذكر كنا كلنا نقول جبيل القلعة بعدين صار في جبال قدي بعدين صار في جبال قدي سانز بعدين صار في جبال قدي يارد بعدين صار في جبال السوق القديم بعدين صار في جبال البوبز بعدين صار في جبال السوق القديم مع الشوبينج بعدين صار في جبال بلشت تتحرك بعدين later on fast forward صار في جبال الشجرة الشهيرة بس بلشنا نسمع بشخص that brought pink to جبال واليوم لبسة pink كيف سيقبت so Alice قدي is the lady that brought pink to جبيل جابت الزهر جابت اللون جابت الحياة هي كلها حياة وجابت الحياة معها على جبيل ورزق الله هالأيام 2013 كانت جبيل ما كان في حدا تاني ما كان في باترون ما كان في دوما ما كان في حدا كان في جبيل وكنا كلنا نجي من وين ما كان كانت الأيام غير كانت القعدة غير كانت الموسيقى غير كان كل عم تشتغل مع بعضها كرمال هالمدينة العظيمة اللي هي مظبوط أقدم مدينة مسكونة بالعالم من أيام زمان وهي أكتر بكتير من هيك صارت الواحد بيمشي على الطريق بحس بيحس بالقدم بحس بالتاريخ بحس بسبعة آلاف سنة بحس بكل هول and then بالمودرنزم والأكل الطيب and so on بعتقد هي عندها دور كتير وبنا ما ننسى جوزها يعني بيت قد in general اللي هن من قد مش من جبال عملوا بجبال شغل كتير مهمة فما بنقدر ما نكون ما having the recognition for this ونقول لها thank you ومبسوط انه مارك جبتنا اليوم تنشرب قهوة سوا و and share an amazing moment This is Alice Edde Boutique Alice Edde and it's fashion garden home and it was my friend Rabia Kirouz who encouraged me to do this shop because before I was making only handbags and I would place them with somebody else. He said, no, you do a shop that looks like you. You love your home, you love your garden, you love fashion. So this has to look like you. And all the white things here are supposed to look like a greenhouse. So everything we have in here are things made by Lebanese, only by Lebanese. It's like a greenhouse and we plant it. You plant a seed and you make it happen. So this is what we're doing. So we have some mooney here. We have to have mooney. We can't be a Lebanese shop without mooney. And here we have, what I love is the glass that was picked up after the explosion, Ziad Abishakid. He got all the glass, took it to Tripoli or to the south, and we made glass out of it. We have here pottery, cement pottery. We have candles. We have hand-painted cups, water. All kinds of things. Essential oils, our own soaps. And here we have bags made by a student called From Peoples With Love.
So she has everything. I'm wearing her bag here. It says in Arabic, Alice, and in Phoenician. Because she said to me, people come in and say, you have nothing written in Phoenician? So she started these bags. So then here we have jewelry. Before that, we have all clothes here by designers, all local designers, men and women. They come, they share with us. Sometimes it's just a starting designer. Sometimes it's somebody who's been around for a while. But we encourage them. And it's things that are easy to wear. So here we have jewelry and costume jewelry. A lot of that. There's so much of that. I have to tell people, stop. We have enough. No more. So lots of costume jewelry. Half of the shop, look, this half of here is costume jewelry. Hats, always have hats. As you can see, we have these are my old hats up here, because I love hats. So it's lots of hats. Then we have, this is from Peoples with Love again, socks made in Lebanon. Everything is made in Lebanon. This is a new item made by a lady in Tripoli. It's called marbling. Like you have old books, you have the paper is marbled. And she does this by hand. So it's a new item we have. And this is then crochet. This is leather bags, shoes. These are all the things that we have. And plants, always for the garden. So this is basically it. I came to Lebanon in 1973 from Tehran. I was working as a translator for a Swiss group doing the development of tourism, master plan for the development of tourism for Iran. I was their French-English translator. When I finished my job, I had to go home. Home was Germany. My parents were living in Germany. I looked on the map and I said, oh my goodness, between Tehran and Bonn, there are so many interesting places. I'm not going home right now. So my friend said, look, why don't you go to Beirut? And from there you can stop in the Mediterranean, different islands, go from island to island, and eventually one day you'll end up in Bonn. I went to Beirut and that was it. I stopped. It's interesting, when I first came in 1973, my first invitation by the embassy of Italy was to have lunch in Byblos. I had just been here for 3 days. And of course Beirut was a big city, but it's a big city, like any big city. And Byblos, and it was magical, and the port, and the boats, and the old stones, and everything. Breathtaking. And then, a couple of weeks later, I met Mr. Wright, who just happens to be from Byblos. So that was a lucky streak. These are made by a French nun who was on the southern border of Lebanon. And she has taught the women of the villages how to make them. So every year I order them. And now just recently I asked Sir Beatrice, I said, how are you? Will we be able to have lavender this year? She says, yes, I hope so. So I'm praying that she will be able to have it. So هيدا الحيط اوكي هون عندك بيبلوس انتراموروس عرفت كيف يعني من جوات الحيطان فنحن ما نفوت لجوا لفرجيك كيف حدا من الجبال بيعمل 7 كنايس بهذا الاطار الخرافي تعال نشوفك انا وحده من كثير هواياتي من انا صغير اطلع هول البلانتات على الحيطان هلا منا فتره الزهور بس هيدا وحده بتزهر بلو وحده جون هول النباتات يلي بعربشوا على الحيطان يعني انا عندي اذا بدك احترام مطلق لهم وهول هول هول بيعرفوا التاريخ اكثر منه هيدا الشارع الزغطور جوا كيف ما بتمشي رح نلاقي كنيسة سو هلا انا ما بعمل لك يوم بالدور لانه ثابت هون هيدا هو الكنيسة منزورها بسبع كنايس بخمس دقايق يعني وحد بعدهم ما بتعرف اسمها مش عارف نسيت هلا ان شاء الله امي ما تحضر الشارع تخيل انه انت تكون هون في مدرسة اوكي سو هاي المدرسة هلا بعد شوي صغيرة بتصير هي الملعب ما عندهم ملعب سو بسكروا من هون بطل فيها نقطة وقت المدرسة وبهيدا الشارع في كذا كنيسة سوبر هينة طفولتي هون انا السكوت لوكال سكوت هون هلا رح ننزل نعمله سان جو مارك يلي اوتراتر انا اسمي منه يعني هيدي كيف ما تقطع هون نحن مثلا واحدة من الاشياء كنا نعملها تفكرنا بمزح بروم تفرجيك واحدة شفت كيف هجموا عليك شباب ما قدرت تصورها رحت بالخبرية كنا نجرب مين في يقطع تحت هاي ويكون في تلاميذ هيك انا نعمله فيك هلا تقطع؟ جرب صعب كمان كمان انت وصغير كان فيك؟ ايه انت وصغير كنت تقطع من هون ايه هلا انا كنت اجي مع اندريه وشربل
انا كان عندي اندري شربل وقت احنا صغار، انا كنت عاملها هن ما فيني يعملوها. لاحظت ما مشينا 20 متر يعني. هيدي كنيسة إذا بتفوت لجوا بتنصدم، كلها أثرات وهيك، اسمها مرتقلة. فهيدي كمان بتكون مفتوحة بالسبع كنايس، هلا مش مفتوحة بس بدنا نعمل مشوار بالوادي هون فرجيك كنايس جبال العظيمة. Picture all together. We're Filipino Lebanese. Taking picture. We're always watching your program. Thank you. اليوم كله مسكر، بس شوف نحن هون بكنيسة سانت النجاة الأرثوذكسية. هلا يعني لو إلي كنت بقول لك أنه مش مبسوط، أقول لك أنه من أحلى كنايس بجبال هي كنيسة الروم. لو إلي معنا بفسر لنا. فهي كنيسة كثير حلوة، كلها أثارات، شوف الجنينة تبعها، شوف الأثارات الموجودة بالسبع كنايس. هذا شغلة كثير حلوة للجبال، الروم بيفتحوا الكنيسة تبعهم وكل العالم هون بيقطعوا. هلا إذا بدك يعني أهل الجبال في منهم اثنين كاتيجوري، في اللي بحبوا السواح وبينطرون ليجوا لطول على الجبال، وفي مثل نحن من كثير خلص مدينتك عجقة بتطلع ارتفع. بعرف كيف؟ أنا من الكاتيجوري الثانية. كمان بالسبع كنايس، هيدي كنيسة عائلية، أوكي العائلة. هذا الباب اللي ورا؟ هذا الباب اللي ورا، كنيسة زختورة مهضومة كمان بتنعمل. هلا ما رح نفوت هون بس إن شاء الله تكون ماي فيفورت كنيسة بجبال مفتوحة. انا هون اذا بدك هذا الكل شيء لي هون، عرفت كيف؟ يعني هيدي هون كنيسه سان جو مارك، غير انه ماريو حنا مرقس هو شخصيه فريده من نوعه بحمل اسمه somehow يلي هو كان متران المنطقه، غير قديه الكنيسه حلوه لما تفوت عليها. انا كنت سكوت سان جو مارك لتقريبا 15 سنه من حياتي، سو هون كنا نجي كل ما بيجي كان شخصيه على لبنان هون. تقول لك شغله بتذكرها، بتتذكر غنيه راجع راجع يتعمر لبنان؟ هون انعملت اول مره، نحن كنا سكوت عم ننظم وكان زكي نصيف وسعيد عائل هون. سو ذس از سمثينج ما في انسى بحياته. كل انسان كان بيجي على الجبال بيعملوا قديس هون، نحن كنا سكوت عم ننظم. انا وخيي واندري كنا بالفرقه الموسيقيه، سو انا كنت سلونج، سو بتصور قلت لك انه تجوزت هون. غير هذا الشيء تقريبا كل شعنينات الاولاد بنعملهم هون. فرجيك تحفه زختوره هون. هيدي عاده بتكون مفتوحه، كلها موزايك وكلها اثارات، وهون كثير كنا نجي نلعب، تكون مفتوحه بالشعنينه، بتكون ناس قاعده هون، بتقعد هيك تاريخ يعني، ما بعرف اذا في مدينه بالعالم مثل هيدي المدينه. بجبال احلى شيء هون هو اللي بيعرف يقطع بهدراج، يعني مثلا فيك تقول له لحدا ليك سبقنا لحقك بس انت بتعرف كيف تسبقه. هون اذا بتقطع بتتمشى لازم نعطيها وقتها، بتشوف الحيطان، بتشوف البيوت الحلوه، الزواريب، بتوصل على المطاعم، بتوصل على البورس، وكل جبال من هالمنطقه ما عندها وقتنا لانه شوب ومش قادرين نمشي، بس هيك تخبرك. هذا الشارع يعني شو بدي اقول لك، انا هون ضليتني سكوت شي 15 سنه. هذا البوابة السوداء هلا بطلت، هو اللوكال سكوت تبعنا. سو انا كنت بكشافة سان جو مارك جبال، كشافت الارز مش سكوت دولي بقى مثلك. هون اللوكال تبعنا، هون شو بدي اقول لك شو عاملين، يعني عايشين نايمين رايحين، انت بتعرف كيف. وبهالنزلة رح فرجيك لإلي المطرح المفضل بكل جبال. عندي على القليل فيك تصدق فيك لا، أكثر من 50 شخص بيقولوا لي قطعت بالسوق حد هاي الكنيسة الحلوة وفي ريحة بتسطل، شو هي؟ هاي هي البلاط اللي هون، بخبرهم ما بصدقوا، بفكرون عم بمزح. هيدي اسمها بيتوسبوروم توبيرا. بفترة كثير صغيرة أنجأ جمعة جمعتين بتزهر، زهرتها ريحتها بتسطل، فهيدي هي. سو هيدي وحدة من ذكريات جبال وقتها كنت شم. هون هيدا لإلي هو المطرح المفضل. اوكي هلا هي اسمها الام الفقيره بلبنان، هون بجبال سوري بنسميها كنيسه العشاء كمان ما بعرف ليه. ف كنيسه حد القلعه زختوره رايقه لما تكون مفتوحه بالليل هيك رواق تجي لهون. يعني انا عندي هول المطرحين تبع لما اكون ضايع بجي، واحد هو حريصه واحد هون.
سو في شغله ما كنت بعرفها ليه اسمها سيدة الميسة. هلا انا وزختي يمكن ما كنت اعرف الميسة شو. سو هي شجره صرت لما اكبر طلع تبوني هالميسة ما بلاقيها، فيمكن كان في ميسة كتير كبيره. بس هون حلو تعرف حبيتها، حبيتها والروائح اللي موجوده حواليها بتعقد. يس شوف لما يكون البيتوسبورم كمان بعد هيك. هي انطوني انت تصور هيك، هيدي حدود القلعه، يعني كل شيء مسيج قلعه. ونحن لانه كنا سكوت كان عندنا دائما اكسي بريفيليجي على القلعه، سو ما بندفع بنفوت. وكانوا يخلونا نروح مطارح ما حدا في يروح، يعني اذا شنهار بجيبك على القلعه فرجيك كل مطرح كل دهليز. لانه بتعرف اذا ولد يعني عاش من عمره افترض 7 لـ 22 بالقلعه، كان ايماجن قدام نعرف اخبار كل مطرح شو هن. هذا غير انه بعدين صرت انترستد بنباتات القلعه واجي نبش عليهم. ولاقول لك شيء بالجبال، بس هلا منا سيزن، في نبته بتزهر هون اسمها ماتيولا كراسيفوليا، ما في منها بالعالم غير بلبنان، وبلبنان هي كتير لوكاليزد يعني بين جبال عمشيت روشه انجأ موجوده. قال انا بعرف، قال انا بعرف جبال، قال انا مفكر بعرف جبال، مفكر بعرف جبال مثل كل الناس. كل شيء فرجتني اياه لهلا غير السان جان مارك ما بعرف. بس تقلك ولا ما عم نعطيهم قيمتهم وحقهم، عرفت؟ يعني انا هيك عم نسلقها، يعني انا عم فرجيك انه قدام ضيع حالك. بس تخيل ايه انه نحن من هون القلعه موجوده هون، تنزل لتحت عندك البور يعني عندك السلسول، في خبرك كل خبريه على المطاعم اللي هونيك، حلو. النباتات يلي هونيك، في المسمكه يلي كثير مهمه هون. هالجبال بتعرف قد عندهم علاقه مع الصيادين، اذا بتروح تقعد مع الصيادين بخبروك اخبار. بدنا 3 حلقات مع الصيادين بس 100%. وبقول لك ايه المهم نقدر نعمله، لانه اليوم شوب تنمشي نفوت بهول شو بدي اسميهم ما بعرف الدهاليز، يعني هي هون بوجهك في متحف الفوسلز، بوجهك في القلعه، اوكي. وراح فرجيك حد القلعه، كنيسه كثير مهمه لنا بالعائله، لانه بهيدي الكنيسه تعمدت اختي وبهي الكنيسه تعمدت بنتي. سو شوف شو بعدك مضيع حالك. بدي فرجيك كوتي انت كتير بتجهلوا عني. انا في بسنتين ثلاثة من حياتي ما بعرف كيف قررت انه خلص خي عندي سبونسر تياب وحاولت اعمل فاشينيستا. ايوه اكيد ما بتصدق يعني. سو هالصورة في فترة على سنتين كنت حط شابويت هالصورة. اكيد عميكم تشوفوها. لا هي لك هاي ما اخده هون. اوكي اوكي. سو هيدي هيدا انتوني ابن انا وياه هون الاثارات الوراك كل ما كان عنا نحن قديس هون. انا وخيي هون اهل مصورينا بهيدا. بتعرف شو انت وصغير بتحس هيدا؟ هلا صغيره بس بتحس الدنيا يعني. سو ات واز هير، هاي الكنيسه عم خبرك عنها. اذا بتجي هون بتتمشى هون فوت القلعه، الكنيسه من فوق، المناظر اللي بتشوفها من هون. عشت بالتاريخ. ها هي. هلا كنا نقدره كنا نفهمه لا، بس انه يور بلاست لما تكون عايش هون يعني. هذا مدخل سوق العتيق من تحت، اوكي؟ فوقك في هذا مثل البو، سو بتجي على الكنيسه بتطلع لفوق وبتروح. من ميل عندك القلعه، من ميل عندك الجردان مطرح، هون بيعملوا كثير معارض. بس برجع بقول لك انا عم جرب حمسك على النهار اللي بدنا نيجي نطلع نفرجيك الفيو من فوق وهيك، هذا شيء كثير مهم. أنتوني. ها. كيف بيان؟ عظيم. ما تقدر بديش أنا بكير فيك اللي عم تعمله برا. أنا بحبك. قلت له جوز. تعقل. تفيك الكشوز. من كوادر جبال. أنت أمبسادور لبنان. مرسي بكم. أنت سفير لبنان برا. صدقني. منك. صدقني. قلت له نيها للشباب. ما في منك. بكبر قلبي فيك أنا. أنا صوروا هيدا مبارح هلا شفت هلا بقول وين صورتك كمان. بس عم قصة كتير 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 كبيرة، يعني بتقول القلعة بيت قدي وبعدين هو. خليني هيك. هلا هويك. شو بدك؟ بدي صور انا وياك. يلا. ولا مرة صورنا صور انا وياك. لا 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 مش ضروري مش ليك ضروري. شو تعرف خبرك هيدا 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 واحد من تبع طفولتي اسمه من... انتوني كمان بس هيدا بشراني رحمه هيك شيء. فتقله بس تعرف شو الفكره.
كل شيء بحياتك ما قلت فكر فيه زعوري هو عامله. تغير غير هلا مش مزبوط انطوني. بس انا تفاجأت كيف تغير بعدين. اربع اولاد صاروا. لك ايش تحكي انا؟ اربع اولاد؟ ليك شو فينا بدك خبر كل شيء بعرفه. اربع اولاد هلا هلا. نحن كنا سوا سفرة مرين. سفرة مرين. لكثير فترة كثير كبيرة. كل شيء انا بعمله بيعمل عكسه بس نحن اصحاب. انت بتعرف اصحابك اطول منك؟ ما بعرف كيف. صاروا كذا شغلة مغيرة من طفولتي بس تخبرك هون شفت هيدا المي بعدها بركة بتدلع هيدا الشيء هون كان في كتير قديمة كتير حلوة مطرح منشرب مي يعني هون كان في مثل نبع زختورة هيك بتشبه كيف يعملوا للكنيس يعني بتجي وبتشرب كل حياتنا كان نشربها and then I think انه صارت ملوثة وكرمال عالم شلوة شارع 21؟ ايه كمان شيء يعني فيك تصدق فيك لا بس عندي صور فهون كان شيء اسمه سيدي ماستر انا في فتره كتير صرت مهووس بالميوزك بلكي مش قدك طلعت دي جي كمان يس وعندي بعد سو فتره هيك خلص بتعرف كيف بتقيس بدك تجربها سو اشتريت مكسر اشتريت امبلي اشتريت تور صرت اعمل دي جي وجمعت قد ما بدك اخبار ومثل هول الهوايات اللي بتجي وبتروح اتواز هون شباب علمونا كتير بطلوا هون صاروا غير مطرح بس انه عم نقول لهم هاي بتطلع على القمر هون كمان لا لا ما كان في ناسا تكون سبع كنايس صح فجبال عند القديسة تبعها هي هي أكوالينا سو نحن وصغار أكوالينا كتير مهمة لأننا بخبرونا عنها بالمدارس أكوالينا هي قديسة من جبال هلا ما حخبرك قصتها بس هي هي كنيستها هي قديسة من جبال هي جبيلية ما صاروا أكثر من سبعة؟ لا لا هون سبعة بدلك إياه هون يعني في أكثر إذا بدك منروح لفوق سو هيدي كنيسة أكوالينا جوا هيدا تمثالها زيت شي كيف بدل كمان بشبال سو السرايا او بتقول حد الروك او حد القدوم الروك والقدوم هنا لذات العالم الروك مطرح ما بتاكل شاورما طوع القدوم مطرح ما بتاخد ديسير ومعروفة هي هون عادة بالكوكتيل انا وصغير بعد ما تغير كنت اخد لمبادا انا كتير بحب الفراز والموز يعني بالكوكتيل شقف بحطه مثل مانجا وانا مخبى سو هيدا سيف لقلقك يعني القدوم بجبال لاند مارك يعني عرفت مثل قلت لك بتروح شو ما عم تعمل اكتيفيتي قدوم جبال هو مطرح ما اهلك بيرشوك لتروح عند هذا الكازن مش تبع بالك تروح اها عارف كيف مثلا اذا بتروح بياخذك على القدوم بالرجعه ما فيك تقبض مصبه عارف كيف فبعد سبع كنايس ولا مره غير ما بننهي هون فكان محل زختور كبير هيك مشان هيك عنون كوكتيل الطفوله شو كنت لك انا صغير استرح ايه استعد ايه استعد استرح استعد تخبروا ليه كان الشيف تبعنا بالكشافة ترو ستوري كان الشيف تبعنا بالكشافة نحن دغري فتنا بالحديث من الصبح وحبيت انه نبرم سوا انا وياك وتفرجينا على طفولتك بس للي عم يحضر الفيديو لاول مره يمكن ما خبرت انت مين انت شو بتعمل خبرني عن مارك بيروت مين عم تمزح هلا مش محضر نفسيا على هذا الشيء باختصار بدقيقه عن اي مرحلة؟ انت مين اليوم اذا حدا بيقول لك عرفنا عن حالك شو بتقول؟ مارك بشارة مارون بشارة بيروتة اذا بدك من ارطبة عائلتي كلها بتشتغل بالزراعة اوكي هيك هي على السريع فوت من انا وصغير بحب كتير بحب سبور مجوز لكريستيان نجم عندي ثلاث اولاد اسمهم انا انتوني الكساندر درست هندسة زراعية وبعد الباك عندي شي 8 شهادات لازم اقول لك اياهم طوال وشو بدك تعرف اكثر هلا ليش بتحب لبنان هلا لازم احكي عنك قبل روح انه ما بعد ما وصلت للمرحله طيب سو بال 2009 اوكي خلصت الدرس صرت هيد اوف ديبارتمنت اجريكلتشر بالبزاك لفتره كبيره ولابوراتوريز صار عندي بروجرام على ام تي في وهيك فاست فورورد قديش انت 2020 19 عرفنا بعض 20 ايه وغيرت حياتي أوقات للأحسن لهيك الناس بتعرف أنا الأحسن أوكي
ليش لبنان؟ ولا ما بعرف اذا طلع بلي خبر يعني ولا مره هيك مخبر بس سمها وقتها صار عمري 18 اوكي كان في كثير امل فلا برا فرحت على حريصة وقلت للعذراء ثلاث اشياء طلبت منها ثلاث اخبار واحده منهم انه قرر ادرس شيء بيخلينا لو شو ما يصير ما فيلم لبنان this was something I asked for في شغلتين ما بدي اقولها ولانه ما بعرف انا ما يعني مثل ارزه او بتحطها ببشره بتكبر كثير او فيك تحطها مطارح ثاني بجبال او تاخذها على فرنسا بتكبر كثير بس it's not the same فانا بحس انه انا خلقت لكون هون ولو شو ما يصير موت هون I don't know ليش يعني اذا عرفت يعني في ثلاث اربع اشياء خلوني انغرم بلبنان تفاجئك شو هن يعني كل واحد عنده شو هو انا عندي فريق الحكمه عرفت يعني عندي اشياء ما بدي اقولها كمان للكل بس فريق الحكمه هو من العالم اللي خلوني انغرم بلبنان I think تخلق بجبال وتعيش مع الجبيليه يكون عندك جد وست مثل اللي انا عندي هون اهل مثل اللي انا عندي هون تتعلم انه فيك تروح وين ما بدك وانه مش يعني تعرف تقولها بحس حدا قال بحس حاله غبي انه انا عامل 40 بلد مسافر عليهم 10 مره درست برا بس ولا مره بحياتي كان غير انه بعيش بلبنان هلا ليه؟ ما يكون جدك علمك من انت وصغير بتاخذ حبه حمص وحبه مقتايه بتحطهم على طرف البحيره بتزرعهم بترجع بتجي بتقطف بتنزلهم وبتبيعهم ويو انجوي ات وانت عايش بارتبه والوقت ما حكينا عن ارتبه ابدا نحن بجبال بس شو عمل طفولتك ارتبه او جبال؟ لا ما في ما بتقدر تفصلهم لانه كان نحن نقعد هون 9 اشهر بس بعدين 3 اشهر طلع ارتبه لما اجت فتره سفره مارين لهيك بس الحرب مثلا انت دائما بتخبر عن طفولتك بالحرب عجلتون نحن ما انا ما بعرف شو معناتها اذا بدك كوتيل حرب في فتره لانه هول السنين انا عشتهم بارتبه يعني ازرع اعمل مع جدي انا وخيي كان هويتنا نروح لقيت حياه او جبلان ولا امي بالكبايه يعني الجبال بدها اكثر من حلقه اليوم بس كنا عم نتمشى هيدي عم جرب اقول لك فرجيك انه علقك بجبال عرفت كيف هيك نكزه بدها كثير يعني كل زروب كل واحد حرفه محلات قديمه ليك بعدها ضيعة بالرغم قديش كبرت وهيك وقديش عالم عليها بس انه حلوه بعدها ضيعة الناس بتعرف بعض يعني ليك تمشي كلهم بيعرفوك هلا انت كلهم بيعرفوك بس انه عم نحكي انه العالم عرفت هيك يعني طب خلص الفيديو شو الخلاصه شو المساج انا لالي واضحه بحب كل ضيعة لبنان بحب كل المدن لبنان وبحب كل شجرة بلبنان بس شو بيقولوا هذا ويبقى ما بعرف شو الحبيب الاولي يعني انا لالي جبال هي الحبيب الاول يعني هون وين البيت وين تحت المدرسه على الكشافه واصحابي تبع هون بعدهم اصحابي لليوم وشو بدك انه ليك تعطيك اكزامبل انه جبال شو بدك عنده اذا بدي خبرك انه بتعرف ما حكينا اليوم عن الحرف ما حكينا عن قدموس ما حكينا عن قلعه ما حكينا عن سان جومارك ما حكينا عن اكوالينا انه شو بدك انه لما واحد فترض بدك هيك تلعب هي لعبه الكباش انت وين انا وين انا بس بقول له انا جبال من بيبلوس في حدا بالعالم ما بيعرفها عن جد ايه يعني انه انت ما اشرفيه انا من بيبلوس بعرف ماك انت جبال القديمه بتخيله كان هالقد او كان إيه. كل حياتي اطول منه انا جبال 2.0 انا لقيت الجبال هي الجديده صرت عرفت على مازن بلشنا بالخان رجعنا بلشنا بعدين بخاندويتش بعدين رجع كفى على بيلي بويز وعملنا عدد حلقات ونزلنا على البحر وعرفنا على قرايبينه وعائلته والمسمكه تبع العائله واليوم حبيت اخلص الفيديو اكيد بترويقه عن مازن الف صحه اهلا وسهلا وعن فراس ونشوف اذا اكلتهم على طيبين هيدا بغيب غيبته بس هيدا خي أبعش ليش بس شوفه كأني كل يوم أنا وياك جيز صح تاني حبيبي رحنا على المدرسة أوكي فرجيتك وين قلت لك هون عندي صورة مع أندريا بتتذكر كان عمرها 3 سنين نحن أندريا سو هاي من في لك أنه من 3 إلى 18 بعدين من 18 لل 23 بزيت الجامعة بس غير اختصاص سو عملنا لك الشافة سوا عملنا مدرسة سوا عملنا باسكت سوا عملنا فوتبول سوا أنا كنت أسرع دائما بكل هول وكنت أكتب له بويمات ليتحركوا البنات